سيداتي وسادتي، نمر الآن بمنطقة غير مستقرة. الرجاء من جميع اللاجئين حزم الأمتعة بإحكام والاستعداد للعودة إلى وطنكم. نرجو من جميع الركاب عدم مغادرة مقاعدكم قبل الهبوط والتوقف عند المدرج المخصص لهذه الرحلة. سيكون بانتظاركم حشد كبير من الفلسطينيين الذين حضروا لاستقبالكم واصطحابكم إلى أراضيكم المحررة وإعادة المستوطنين إلى البلاد التي جاءوا منها منذ عام 48. سيداتي وسادتي، نحن الآن على بعد أمتار قليلة من مطار اللد. يرجى من الجميع التحلي بالصبر إلى حين انتهاء هذه الرحلة. شكراً.